السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل مع بعض التهيئة الخاصة بنظام إدارة المشتريات الموجود في أنظمة الموردين. هنفتح تهيئة المشتريات. أول شاشة أنواع تكاليف المشتريات. شاشة أنواع تكاليف المشتريات بتستخدم علشان نعرف الطرق بتاعت الشراء وتحليل المصروفات المختلفة لكل طريقة على حدة تمهيدا لاستخدامها في عمليات الشراء عن طريق الاعتمادات المستندية. يعني ببساطة الشاشة دي بحط فيها الطريقة اللي هشتري بيها في الاعتمادات المستندية والحسابات اللي هتبقى مربوطة بالطريقة بتاعت الشراء دي. وعلشان ناخد مثال على الموضوع ده عشان نفهمه أكتر، هنستعرض طرق دي طرق تكلفة الاعتمادات المستندية. أكتر الطرق المستخدمة فيها اللي هي الـ CIF والـ FOP والـ CNF والـ CNI. الـ CIF هنا هنتحمل تكلفة الشراء الـ Cost والـ Insurance والـ Freight، تكلفة الشراء والتأمين والشحن. في الـ FOP هتبقى free on board، يعني once ان هي تتحط على ظهر السفينة بيتحمل المشتري كافة التعاملات المالية من تكلفة بضاعة وتأمين وشحن ونقل ونولون وكل ذلك عدا جمارك الخروج من بلد البائع. الـ CNF اللي هي الـ Cost Freight دي بيتحمل فيها المشتري تكلفة الشراء والشحن، واللي هيقوم بشحن البضاعة هو اللي هيتحمل كل من تكلفة البضاعة والتأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء المستورد. فأيا كانت الطريقة اللي احنا هنستخدمها من الطرق ديت هنربطها بالحسابات بتاعتنا من خلال الحسابات ديت علشان نقدر نتعامل مع هذه الطريقة بعد كده في عملية الشراء في الاعتمادات المستندية. ازاي بنقدر نستخدم الشاشة ديت؟ هنا بعد الضغط على زرار إضافة هو اوتوماتيك كتب لي رقم طريقة التكاليف ايه، فانا هنا وبعد كده اسم رقم طريقة التكاليف واحد، هنا هنكتب له اسم طريقة التكاليف ايه اللي هي FOP مثلا. FOP هنا يبقى احنا بنتحمل ايه؟ Free on board يعني المشتري هيتحمل كافة المعاملات المالية، تكلفة البضاعة والتأمين والشحن والنقل والنولون كل حاجة ما عدا الجمارك بس في ايه؟ في بلد البائع. بعد كده في حساب اعتماد الفاتورة، هنا هحط الحساب اللي الفاتورة هتتسجل عليه، اللي هي قيمة فاتورة المشتريات هتتسجل عليه. طبعا الحساب ده هيكون من الدليل المحاسبي، فهندوس مثلا هنا كده F9 علشان نستعرض كافة الحسابات الموجودة عندي في الدليل المحاسبي. هكتب له هنا اعتماد مستندي. طيب واضح ان مفيش حسابات مضافة للاعتمادات المستندية، فهنضطر نروح لشاشة الدليل المحاسبي علشان نضيف اعتمادات مستندية نقدر من خلالها نعمل عملية شراء نحط عليها نحط حسابات علشان نحط عليها قيمة نحمل عليها قيمة فواتير البيع دي، آسف المشتريات دي. هنيجي هنا عند الأصول المتداولة، الاعتمادات والتحصيلات المستندية، الاعتمادات المستندية. في عندنا نوعين، اعتماد شراء أصول واعتماد شراء خامات، يعني عندنا حسابات للاعتمادات. عظيم. هنا الحساب مكود على إنه حساب رئيسي علشان كده ما بيظهرش معايا هناك في الشاشة بتاعت المعاملات. هنضيف حساب جديد، بس عملية تراجع عن عملية التعديل ديت.
وهنيجي هنا ونعمل عملية اد او اضافة، وهنكتب اعتماد مستندية بعد كده. هنا هنحدد نوع ان هو فرعي، هياخد الرتبة 6 مظبوط. نقول ان هو هيتعامل بالعملات الموجودة عندنا كلها. ثم هنعمل عملية حفظ، نرجع تاني للشاشة اللي كنا فيها اللي هي شاشة أنواع تكاليف المشتريات. هنوفي حساب اعتماد الفاتورة وهندوس F9 وهنكتب هنا اعتمادات، هيظهر لنا الحساب اللي احنا عملناه له كريت دلوقتي. بكده الفاتورة اللي هشتغلها على طريقة الاف او بي هتحمل على حساب هذا الاعتماد. وممكن للدقة نعمل تعديل على اسم الاعتماد دوت، على اسم حساب الاعتماد دوت، ان هو اعتمادات مستندية اف او بي مثلا، علشان يبقى مربوط وواضح كمان حتى بالاسم في الـ عمليات الشراء بالاعتمادات المستندية. نعمل له اسف تعديل مش إضافة، هنعمل تعديل، نستعرض الحساب كده وبعد كده ندوس تعديل اعتمادات مستندية اف او بي. بعد كده هنا عندنا عدد الحسابات الإضافية في الخانة ديت. هنا بقول أنا عندي كام حساب إضافي، هختارهم أو هاخدهم من الحسابات من الخانات الموجودة عندي تحت ديت علشان أقدر أربطهم بطريقة الشراء ديت. إحنا قلنا الـ FOP إن هو بيتحمل الـ يعني Free On Board، يعني هيتحمل النقل والشحن والتأمين. فعندنا 3 حسابات أساسيين هنستخدمهم هنا، يبقى هنا هكتب رقم 3. وانس ان انا هنا كتبت 3 ودوست انتر، فهو هيسمح لي ان انا استخدم 1 2 3 الـ3 خانات الاولانيين دول، ومش هيسمح لي ان انا اشتغل في اي خانة تانية. حتى لو ضغطت في اي خانة تانية البرومبت او الماوس تايم شير ده ينزل معايا في اي خانة، لان انا هنا كتبت 3 بس. فهو السيستم بيسمح لي بعدد الحسابات اللي انا بكتبها هنا ان انا اقدر اتعامل عليها تحت هنا. بعد كده هاجي هنا في الخانة ديت وادوس F9 علشان استعرض الحسابات. مثلا هنضيف هنا في اول حساب النقل او الشحن، مثلا شحن ما عندناش حسابات للشحن، مصروفات شحن، تمام. هنضيف النقل مثلا، وبعد كده هنيجي هنا ونضيف مثلا التأمين. مفيش تأمينات على البضائع، يبقى هنروح للدليل المحاسبي مرة تانية عشان نكريت حسابين، حساب الشحن وحساب التأمين على البضائع. نيجي هنا في المصروفات، في المصروفات المالية والإدارية، في المصاريف المتنوعة، وهنيجي هنا نضيف مصروفات شحن، نوع فرعي، الرتبة 6، نتعامل مع كل العملات، وحفظ. معلش ندخل حساب التحليل بتاعه. بعد كده هنروح للأصول، آسف الخصوم،
في التأمينات المستحقة. هنقول هنا تأمين، بضائع، الحساب فرعي هيتعامل مع كافة العملات والتحليل بتاعه عام، ثم حفظ. بعد كده أرجع مرة تانية للشاشة بتاعتي، شاشة أنواع تكاليف المشتريات، وبدوس F9. أحط هنا حساب الشحن، وبعد كده هنا في الحساب رقم 3 تأمين، ثم حفظ. بكده أنا ضفت طريقة أو نوع من أنواع تكاليف المشتريات في شراء الاعتمادات المستندية. وطبعا الشاشة ديت مش هتقبل ان هي تشتغل معايا الا في حالة ان انا اكون عامل مفعل المتغير استخدام الحسابات ثابتة للاعتمادات المستندية في شاشة متغيرات نظام الموردين في تهيئة الموردين، علشان اقدر احط حسابات هنا ثابتة للاعتمادات المستندية والطريق طرق تكاليف أو أنواع تكاليف المشتريات للاعتمادات أو المشتريات الخارجية. هنخرج بعد كده ونخش في الشاشة اللي بعدها، أنواع طلبات الشراء. شاشة أنواع طلبات الشراء زي ما احنا شايفين بتتيح لنا إن احنا نضيف أنواع لطلبات الشراء، ده طبعا كما يتوافق مع الطريقة اللي الشركة بتشتغل بيها. ممكن مثلا تكون حسب النشاط، يعني شراء مواد غذائية مثلا، شراء أساس، قطع أساس، شراء مثلا، أو أيا كان نوع الطلب. ممكن تبقى على حسب المخازن عندي أو على حسب استخدامي جوه الشركة نفسها، شراء أصول وشراء خامات وشراء منتجات سلعية ومنتجات خدمية. ممكن تكون على حسب الطبيعة الجغرافية، طلبات شراء محلية وطلبات شراء خارجية مثلا، فاحنا هنضيف على حسب الطبيعة الجغرافية عن طريق الضغط على زرار الإضافة هنا. حددنا رقم 2، معنى كده إن موجود رقم 1 هنا، طلبات شراء محلية. لو عايز أكتب الاسم الأجنبي هكتبه، مش عايز أكتبه هي خانة اختيارية مش فيها أي مشكلة. ثم نعمل حفظ ونستعرض في طلب شراء، وده اللي كان مبرمج على السيستم قبل كده. وبعد كده في طلبات شراء محلية اللي احنا ضفناها دلوقتي. بعد كده هنضيف مرة كمان طلبات شراء خارجية، ثم حفظ. بعد كده هنخرج ونخش في أنواع أوامر الشراء. شاشة أنواع أوامر الشراء بتشتغل بنفس فكرة شاشة طلبات الشراء، لكن على أوامر الشراء. ويستحسن إن أنا أربط، يعني أو وأنا بعمل طلبات شراء أعمل أنواع أوامر شراء، وأنا بعمل أنواع طلبات شراء أعمل أنواع أوامر شراء زيها، علشان لما أربط طلبات الشراء بأوامر الشراء يبقى الموضوع سهل وبسيط، أو كما يتراءى للمنشأة في طريقة شغلها وسياستها المالية والشرائية في التعامل مع المشتريات بتاعتها. فاحنا هنضيف هنا عن طريق الضغط على زرار إضافة أوامر شراء محلية وأوامر، طبعا الضغط مرة تانية على زرار إضافة، شراء خارجية، ثم حفظ. هنا خانة الاسم الأجنبي لو عايز أضيف فيها بيان هضيفه، مش عايز أضيف هي زي ما احنا شايفين حقل اختياري مش إجباري إن احنا نملاه. ونستعرض هنلاقي السيستم كان مبرمج عليه قبل كده أمر شراء بالشيزنج أوردر اللي هو البي أو، وبعد كده رقم 2 أوامر شراء محلية وأوامر شراء خارجية. هنا كلمة شراء مش مظبوطة، ممكن نخش نعدل عليها مرة تانية ب
ان احنا نختار النوع دوت وندوس على زرار تعديل ونيجي هنا نقول له نضيف حرف الراء يبقى اوامر شراء محلية ثم نحفظ. هنخرج ونخش في شاشة اعباء مشتريات الاصناف. هنا في حالة ان انا عايز اضيف يبقى هيقف في رقم العبوة ادوس F9 اللي تحوي قائمة اي بيانات. هنروح لشاشة اعباء المشتريات الموجودة في تهيئة الموردين. أعباء المشتريات ونستعرض الأصناف الموجودة الأنواع الموجودة في هنا. هيبقى عندي واحد هو على مستوى الفاتورة. هنا في حالة إن هو على مستوى الفاتورة مش هيظهر معايا في شاشة أعباء الأصناف، لأن إحنا هناك بنحمل الأعباء على الأصناف. فممكن نضيف هنا عبء جديد ونسميه مثلا تعبئة وتغليف، وبنقف في اسم الحساب وبنجيب حساب التعبئة والتغليف، مصروفات التعبئة والتغليف، وهنختار ان هو يكون على مستوى الصنف. وهنا نوع العب مبلغ، بالجنيه، ثم حفظ. نرجع بعد كده للشاشة بتاعتنا مرة تانية. هنا لو دوسنا F9 هيظهر معانا حساب التعبئة والتغليف أو عبء التعبئة والتغليف. هنا بقدر أضيف قيمة العبء للصنف الواحد من الشاشة من هنا، وهقول له من تاريخ 1/9/2019 إلى 10/30/2019 إنزال الأصناف. بكده هو نزل لي كل الأصناف الموجودة في مجموعة واحد، ونزل عليها العبء رقم 2 اللي اسمه تعبئة وتغليف، الأصناف الموجودة في مجموعة واحد كلها، ونزل قيمة العبء اللي هينزل على كل الأصناف ديت من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. في حالة إن أنا تعاملت على هذه الأصناف فأقدر أضيف عليها في فاتورة المشتريات هذا العبء. بعد كده هخرج ونخش في شاشة ترميز المصاريف. شاشة ترميز المصاريف بتسمح لي ان انا اضيف مصاريف ثابتة اقدر استخدمها في معرض فواتير المشتريات عن طريق الضغط على زرار اضافة. هو هنا كتب لي رقم المصروف واحد، هو اول مصروف يضاف. هنضيف مثلا مصروف تحميل مثلا، لو عايز اضيف الاسم الاجنبي ليه هضيفه، مش عايز اضيفه هي خانه اختياريه. بعد كده هاجي في رقم الحساب اللي هيتحمل عليه قيمه هذا المصروف، مصروفات تحميل وتعتيق. لو عايز اسيف المصروف بهذه الطريقه اقدر احفظه وبعد كده اضيف له القيمه بتاعته في فاتوره المشتريات. ولو عايز ادخل الحساب مش من هنا ادخله في فاتورة المشتريات، فقط بس ان انا بضيف هنا اسم او ترميز للمصروف، وبعد كده بربط الترميز دوت بحساب في فاتورة المشتريات، بختار المتغير ادخال الحساب في فاتورة المشتريات. وهنلاحظ مع بعض ان لما بفعل المتغير ادخال الحساب في فاتورة المشتريات هنا رقم الحساب لونه اصفر اجباري بدون ما افعل، لما بفعلها فهنا ما بيخليهوش اجباري وبيخليه اختياري، وما اقدرش استخدم اصلا الخانه ديت. اسف ما بقاش اختياري، هو انا ما بقدرش استخدم خانه رقم الحساب، لان في الحاله دي انا هحط رقم الحساب في فاتوره المشتريات او اثناء عمل فاتوره المشتريات. هنا هنقول له تحميل مثلا. طيب هيفيدني في ايه ان انا ادخله من هنا، ادخل رقم الحساب هنا واربطه من هنا، وهيفيدني في ان انا ادخله من فاتوره المشتريات. اذا دخلت رقم الحساب هنا يبقى انا كده بحمل كل مصاريف التحميل
لكل الفواتير اللي هنزل فيها المصروف دوت على الحساب مصروفات تحميل وتعتيق. في حالة ان انا دخلته في فاتورة المشتريات، لان ممكن المورد بتاعي هو اللي يتحمل التحميل دوت ويحطه لي على ثمن البضاعة بتاعتي، فأقدر أضيفه على حساب المورد مباشرة من فاتورة المشتريات كحساب دائن. في النهاية الموضوع كله كما يتراءى للشركة في سياساتها المالية والشرائية. هنضيف هنا حساب التحميل، فايند، اوكي، ثم حفظ. أتمنى أن المحاضرة بتاعت النهاردة كانت محاضرة سهلة. تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.